رجعنا تاني للرحلة إلى الخرافي، وهنحاول كده إن احنا نوصل للخرافي بإذن الله في كام فيديو دول. قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك لأخوك عشان نوصل لأكبر عدد ممكن، واشترك في القناة لو أنت لسه جديد. هنبدأ مع بعض سريعا كده يا صحابي، تراجعوا، نخش على طول بقى كده. إيه، عايزين نوصل للخرافي. فقط أتذوق الخوف. اصحابي بلعب بيني كرو عادي، يعني ممكن اعدي طريق خضرا عادي يعني. ف كده انا هتبقى كده. بص بقى، لقيت نفسك بتموت لازم تفكر حد جوه. لازم اخد حقي، لازم يعني، ما ينفعش ان انا اسيبهم كده بصراحه يعملوا معايا كده. حاول تستغل الطريق بتاعك دايما كده تخبيني. ماشي يا عم الفنان، تعالى ربع ساعه. ايه النجاح يا حلو؟ حلو، لو نزلي فورم عليك. انا عم بتشمل ليه؟ ليس حليم دوري. انا ده اهم غرفه. ماشي، متوحش يعني. الفوز او الخساره احتفظ بالكبرياء. انا عايز اكسب. انا عايز اكسب، عايز اوصل بقى للتروفي كفايه كده. بعض الاطعمه على انت نسينا مع التانك من بدري. تعالى تشمل تخطفوا على طول جوه. قرب. غلط. ايوه. هل انت ماليش دعوه بالتانك؟ حلو 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 ان انا خدت التانك. انا باخد حق على طول. يلا بقى، يلا يا عيني، ده مات من الصدمة. انا مستنى حد يقبل. اول جيم يا اصحابي، يلا بينا على الجيم التاني. ما كان لمفسدي الحفلات في عروض. اللي ما يعرفش سيسيليا بقى يعرف هي رزلة قد ايه دلوقتي. الضحية الاولى ده اساسي، ده لازم عشان سيسيليا. هذا ليس سيركا ايها المهرج، من قال ان العرض انتهى؟ انا جبت التزميل. لقد قتلت عدوا تري. لم يحن اي غادره بعد. قتل العدو. تم ايقاف. النقطه جت غلط. التزميل وقف بين الحدود. اجري اجري. أسبق أن سمعت عن نجوم الظهر؟ ماشي يا برومس، سأريك إياها. تعال بقى نمسك الواد الدعم ده.
خلاص خلصونا يعني. لا داعي للتصفيق. انا فرمت على المحارب من البدايه يا ابن المزينة. سيسيليا ويويو حاضران وللفرحة والبهجة ناشران. هما اتنين عليا. احد ابراجنا يتعرض للهجوم. احد ابراجنا يتعرض للهجوم. انتصار. يلا بينا اصحابي على الجيم اللي بعده. ان انا خد البف في التحديث الاخير خلوا المهارة التانية بتاعت الدبدوب. لو الخمسة واقفين لو رميت عليهم الدبدوب وهم واقفين كده مع بعض كلهم هيتحولوا دبدوب. والضربة الأخيرة المهارة الأخيرة بقت أسرع، يعني مبقتش تضرب ببطء زي الأول، لأ بقت تضرب بسرعة، وأظن كده كمان بقت تتفتح بسرعة. فطائر التفاح هي أنا قدامي أخم هيرو في اللعبة دي. زوز مفيش ولا مهارة عايز تلبس فيه. ايوه انا هجننك. هتضرب منين؟ انا بتحمى في التوابع. لا عادي مش مستقصدني. لازم طول ما انت بتلعب ميت او الطريق الاوسط يعني خليك دايما مركز مع الشخصيه اللي انت بتقابلها. لما انت تلعب محارب خليك مركز مع المحارب، ساحر نفس الكلام، عشان انت الوحيد اللي بتبقى نازل تقدر عليه، يعني انت الوحيد اللي هتقدر تجيبه. مش عارف اكل ايه. انت بتاعي يا زميلي؟ انا بلعب بيها ضرر متفجر لعادي المعدات بتاعتها الاساسيه يعني. ايه يا جدعان هيقتلوا النوران. امسك قتلوهم بقى انتوا براحتكم، المهم اخلع عنها. الهجمة كلها على هدبة. الأقزام جميلون جدا لكن اتتنمر علي. الحليب نحن متفوقون في الدفاع. شكلي تفشت. احسن واحدة تبوظ الدم من جاي. حلوة أوي اللمة دي. تحولي حلوة أوي. المزنة
مظلوم عمال يلبس طول الوقت. انا بغامر بربع الدم. ايوه انا عارف بس هي اتاك عالي. الحمد لله. الله عليك يا هلبي. لا 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 الحمد لله الحمد لله. تعالوا بقى. جينا بقى للاخر يا اصحابي، واخر شخصيه هنلعب بيها هي شخصيه ين. وانتوا عارفين ان انا بحب العب بين جدا. والمشكله ان في الجيم ده بقى اليس هي الوحيده اللي ممكن تكون مخيفه. بس انا ما بخافش منها، يعني انا ما بخافش غير من اللي خلقني بس. داخل بيه بقى المره دي ادغال، داخل اعورهم بقى خلاص. بس كمان انا بقى الضحيه الاولى. قلتله هنام. هنتعب أليس دلوقتي. أهم حاجة هنجيلة. أنا عم أليس بقى. طب كويس. تطفوا جوه وطن. دايروس. مشكلة السر. حلوة أول من أنتوا قدرتوها في أول مكان. تهرب. افتحي. الله. اقصد اضربها تثبيت بس ما نسيت ان انا اخترق ال This is getting exciting. What do I do now? Beat them all? At any rate, I will never yield. اللي جابك برزال انا مش ينفع هجمه كده من البداية. الله عليك يا فندم. كده ينفع هجم. Wait. Are they trying to kill me? I thought this was my turn now! Killing spree! Double kill! Hirp, hirp. Me, I'm in the hirp. Really good. Me? Okay! Fear! بس هو مش بيشوفوني ضربت الالت وكله بيختفي. اهرب اهرب. ده غلط. ماشي حلو حلو. هو يا تانك حلو. تعالوا 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 بقى صعدين هنا. ان اليس خطر. ليه قتلتها ليه؟ حلو. جاي. الهجوم كله تحت عن المنطقة. رامي يا ساحر يا انا حظ. الله. دايما بتخلع من التسبيح. يعني بطل سرق. اوه. استخبي هنا. أليس ده شخصية رزلة. يا رب.
نان يعني نجيلة 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 هو اللي بيساعده كل ده مش ولا ضربة بتيجي هموت حلوة قوي نهار ابيض اجري على مفيش هل هو اللي عامل كل ده مفيش قلت انا بساعد كل ده مي قلتت ان انا بساعد يعني كده بقى انا المفروض بقى اتحول بقى من مساعدة لادغال انا مش هساعد تاني خلاص ابدأ بقى الهجوم عليهم تاني نجري ايوه ما انت تجري من غير انجيلا تنجري هو محظوظ يا كنت لا انا ما اقدرش اهجم عليه واخد منه الوحش في الادوار من خلاص بقى هو محتلها وقلت كده عنده انت هيز عادي لا حلو هو فهم I do it with dignity. انا برمي بقى تاني. شربت سرعتك. جيت الانجيلا اهم حاجة. لا هيكلمني. أليس كده يا وما تسيبهاش I'd rather lose than stop fighting. أيوة بقى رد حاسب ده سكنة التطور كده اتحسمت المعركة لان بالنسبة لي من اقوى الشخصيات اللي موجودة في اللعبة حاليا وفعلا بيقدر على اي بطل كده نكون وصلنا لنهاية الرحلة طبعا الرحلة لسه ما انتهتش ان شاء الله هتنتهي في الخرافي واتمنى تكون الحلقة عجبتكم لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك عشان نوصل لاكبر عدد ممكن واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد اشوفكم على خير سلام عليكم